ولماذا ضربت فاطمه؟ ولماذا قتلت فاطمه؟ ليش؟ لكي يبقى الاسلام، لكي هذا اليوم انا وانت نصلي ونصوم ونقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا هدف فاطمة، هذا هدف زوج فاطمة أمير المؤمنين، هذا هدف الأئمة الأطهار أبناء فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الهدف نحييه، هذا الهدف بحاجة إلى إحياء. العالم أكثره لا يعرف فاطمة. ليش؟ وأنا أسف أقول هذه الكلمة،